مرحبا بكل مشاهدي شاشة قناة الشروق في سهرتنا الأسبوعية المعتادة غناوي وحكاوي، سهرة الغنى الجميل والتوثيق الأثر لعدد من الأغنيات وحتى لشخصيات أرست دعائم الأغنية السودانية. حلقة اليوم في حضرة ملك الأغنية الشعبية، صاحب الصوت الفخيم والتطريب العالي والمفردات المحتارة بعناية أكثر من فائقة. اليوم حنتحدث عن الفنان محمد أحمد عوض له الرحمة، بصحبة عدد من الضيوف الموجودين معنا داخل الاستوديو، وكما المعتاد جميل الأغنيات اللي حتصاحبنا في حلقتنا لليوم من غناوي وحكاوي. أرحب بالأستاذ صلاح عوض، هو شقيق للراحل، هو أيضا مهتم وباحث بالأغنيات السودانية. مرحب بك. مرحب بك. وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا جزيلا على الاستضافة. نرحب برضو برفيق دربه الفنان محمود علي الحاج، مرحب بك عبر غناوي وحكاوي. مرحب بك وشكرا على هذه يعني الاستضافة الجميلة، ونرجو أن نوفي، أنت بتستضيفينا ونحن يعني، والحديث عن الراحل المقيم محمد أحمد عوض. نعم. أرجو أن يعني نوفيهما يعني ولو القليل مما قدموا من كثير من الإبداع وإسعاد الشعب السوداني يعني. إن شاء الله. فنان الشاب مصطفى بخيت، مرحب بك عبر غناوي وحكاوي. مرحب لك أنت سراء، مرحب بقناة الشروق، وإن شاء الله يعني نقضي يوم جميل إن شاء الله. إن شاء الله. نبدأ بك أستاذ صلاح والبدايات. أم درمان، وأم درمان هي السودان، خصوصا في واحد من أعرق الأحياء الموجودة في أم درمان، حي العرب. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تقولي حي العرب شهدت الانطلاقة الأولى لمحمد أحمد، الفنان محمد أحمد عوض الله يرحمه، وكانت بداية المسار هناك. أيوة. بدأ هو كهاوي يعني، كإنسان بيبحث عن شيء جديد يقدمه. يعني المفروض كان يتفق انه اي فنان طليعي بطبيعته متمرد على الواقع اللي عايشه. صح. فاللي كان بيقدم فيه كان في تصنيف للاسف بدري للفنانين، بتصنيف سلبي جدا جدا، وتقييمهم باشكال اخر، يمكن لاعتبارات كثيره جدا جدا. مجتمع السودان مجتمع محافظ بتركيبته، محافظ بمفاهيمه، وحريص وحساس جدا في الاشياء الجديده اللي بتجي. ايوه. الله يرحمه المرحوم عانى كثير جدا جدا عشان ابرز موهبته عشان ابرز الامكانيات والفكره اللي في راسه اللي بتدور. المعاناة كانت من المجتمع ولا من الأسرة ولا من الحي نفسه، خصوصا أنه حي العرب هو كان يعني محضن لكثير جدا من المبدعين والمثقفين. المجتمع أصلا عنده فكرة سالبة عن الفن الزمن ذاك، فأي إنسان بيبرز يعني مواهبه أو يعني يتصدى لأنه يغني أو يتفاعل أو يتعامل مع الأغنيات كان تصنيفه سلبي زي ما قلت لك، لاعتبارات كثيرة نحن ما بصدد الآن. لكن المرحوم بدأ يغني، هي اعتبارات يا استاذ صلاح، يمكن تقول يعني اسف للمقاطعه، تفضل اضيف لك. يعني في 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 الوقت ده كان يعني مساله التعليم شويه يعني قليله ومنحصره، وانا بفتكر انه يعني من يرفض الفن ولا يتحسس ولا يتلمس الفن فهو غير يعني سوي. غير سوي، لأنه الإنسان أصلاً كتلة بتاعت مشاعر وحاسيس. مسألة يعني الإنسان يعني أحاسيسه ويعني وثقافته مربوطة بالتعليم. ما أنت كده لقيت المفتاح بالتعليم يعني. فكان في المرحلة ديك يعني التعليم شوية يعني عشان كده. الآن أنا برأي إنه يعني الناس لحد ما يعني ابتدت تقيم الفنان وتديه النظرة اللي يستحقها من تقدير مؤكد، لأنه في فارق ضخم جدا جدا من المجتمع السوداني في أواسط الخمسينات والمجتمع السوداني الآن في الألفية الثالثة، يعني مؤكد في يعني اختلاف جذري. لأنه يعني زمان بيقول لك إنه لما أخزع الحيوان لما يسمو بيبقى إنسان، والإنسان لما يسمو بيبقى فنان. صح. نعم. بعدين الفن ما مربوط بصفة يعني معينة،
في ناس في سلوكهم يمكن الشباب اللي بيصوروا ديل بعضهم بيعرف يلتقط صورة غيره ما بيعرفها بتعبر عن أشياء كتير جدا وأحيانا صور أنا ده أعيد للقصة دي إنه محمد أحمد الله يرحمه لما بدأ كان اختياره للأغاني متوقف على مضامين على لحن على حتى إيقاع يعني الاختيار فيه دقة مؤكد يعني وده بسوقنا لمسألة مسار الأغنى السودانية يعني التصنيف الماشي الموجود إنه بلد بالتنابرة غنى السباتة غنى الحقيبة الفن الشعبي في الحديث الحديث معليش أنا كنت في بداية الكلام بقول إنه المدرسة دي محتاجة لمراجعة ومراجعة دقيقة جدا جدا احتراما للأجيال الجاية يعني سنة 2000 الله يحيينه ويحييكم كلهم 2100 مثلا ممكن يكون في زول عنده اهتمامات إنه يكتب كتاب عن مسار الفن السوداني هنا في خرم حنرجع للمدرسة بتاعت الغنى الشعبي والتدرجة ضمن منظومة المدارس المختلفة للأغنيات السودانية نعم. لكن نسمع أستاذنا محمود في أول أغنية يأدى علينا أول أغنية هي كانت يعني من كل عاشق كل عاشق وهي من أغنيات محمد أحمد يعني العظيمة جدا وبفتكر إنه كل شيء قدم محمد أحمد يعني كان مميز مميز وعظيم طيب نسمع يا أستاذ ونتفضل نسمع نسمع كل عاشق
شكرا أستاذ محمود والفرقة الموسيقية والكورس، ونشكر تحية خاصة عثمان ابن الراحل محمد أحمد عوض، هو مدير الفرقة وتقريبا هو مسؤول عنا. يعني نرجع لحاجة مهمة برضو يعني موجودة في مدرسته، تعليمه الأول اللي كان بالخلوة دخل لأنه في أبعاد ثانية للأغنيات اللي بيختارها ومخارج الحروف الأكثر من مميزة وحتى نظيفة، أدته إضافة لشخصيته ومدرسته الفنية. مش محمد أحمد لوحده هو اللي أثرت في تكوينه الخلوة أو البعد الصوفي. يس نعم ممكن تقولي الخلوة أثرت في عدد ضخم جدا، باعتبار أنه الجانب الأكاديمي هو التعليم ما كان متوفر بالكثافة الموجودة الآن. فالخلوة بمثابة نقلة من الطفل الجامع اعتيادي وماشي، يعني قدرت ترتب فيه أمور كثيرة جدا، وبعدين يقدر يعني كل السودانيين بطبيعتهم بفطرتهم صوفيين صح، وبيميلوا للشجن وبيميلوا للغنو، يعني توبة يا أحبابنا لو مشيت داركم بس كفانا كفاية عذاب ذقتوا من ناركم شجن. نحن بنعشق أصلا الحزن يعني، وبنعشق حاجات كثيرة جدا السودانية الصوفية بدك تعمق الأحاسيس دي ويمكن تفجر فيه أشياء كثيرة جدا جدا. فمؤكد الخلوة خلقت محمد أحمد لحظات، أنا لو قلت بعرفه بكون ما كذاب لأن أنا أصغر أخوانه يعني، لكن بعد ذاك ما ورثته الخلوة جواه انكشف في أواخر أيامه، وده كان بالنسبة لنا يعني فعلا كان رجل وسطنا صوفي يعني، وبيتعامل بمنتهى الرقة. أنا ما داري أشيد بالحاجات دي لأنه مثلا بتخص الأسرة لوحدها، لكن ما يربطنا ما يربط معنا أحد بالفن السوداني إنه فعلا كان عنده صوفيته الخاصة، يمكن تكون صوفية فنية، لكن ربطه بأسرته بالطبع، هو ربطه بجماهيره وبالشعب السوداني اللي تجول في عدد كبير جدا من ولاياته وحبب الناس فيه، وبقى واحد من الشخصيات اللي زي ما قلنا دعمت الفن السوداني. نرجع لك أستاذ محمود قبل ما نمشي للفنان الشاب مصطفى، دارين نتكلم عن شكل التعاون الفني ليه مع الشعر الموجودين أصلا كانوا في أم درمان، كيف كانت برضو البدايات؟ هو بداياته يعني بدأ بأغنيات الحقيبة وأغنيات التمتمة الزمان دي زي سمير في ضميري وزي جوبا مالك علي وكذا، وكان يجيد إجادة يعني منقطعة النظير، وحتى أغنيات الحقيبة يعني ما قدمها بالشكل التقليدي. شنو التغيير اللي كان فيها؟ أضاف ليها شيء من عنده. يعني شيء من التحديث من عنده، ما كان بيقدمها بالشكل التقليدي بتاع الحقيبة العنيف ذاك القوي ذاك بتاع، يعني موسغة بصوته وبإضافة من عنده، فأدى نكهة جميلة جدا. يعني كل أغنيات الحقيبة غناها أنا غنيتها أو لفت نظري ليها هو، بالتالي غنيتها، والمسألة دي ساعدتني في 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 إني أنا أنتهج نفس الأسلوب بتاعه، يعني ما أخذ أغنية الحقيبة اللي عايز أغنيها زي ما هي أضيف عليها. فيعني حقيقة كان راجل مبدع فنان في كل ما قدمه من أغنيات الغير وما قدمه من أغنياته، كان تمييز يعني فيه شيء من الدهشة اللي ما زالت إلى الآن، ويتمتع بيعني بي يعني خاصية في الأداء. الأداء ده حنتكلم يعني عنه في محور مختلف تماما، لأنه أداؤه هو واحدة من الحاجات اللي ميزته خلاف طبقة صوته الأكثر من مميزة. فنان مصطفى، يعني لما الفنانين الشباب بيأدوا أغنيات العمالقة في الأغنيات السودانية ده بيطلب مجهود كبير، خصوصا أنه يعني الراحل كان عنده طريقة ومدرسة مختلفة ما بتشبه إلا مدرسته. يعني فشنو الصعوبة اللي واجهتك في أنه أنت تردد الأغنيات؟ والله يا أخي يمكن كنا أكون أنا يعني محظوظ، يعني
نجيب فرقه الاستاذ ايوه محمد احمد عوض، يعني ساعدتني كثير. ممكن يكون في يعني بعض الاغاني فيها صعوبه لقيتها، لكن هم سهلوا لي بال يعني كان في تعاون يعني ما بينك أيوة وما بين الفرقه، بيفهموا وليهم معرفتهم ليها ساعدوه في ايوه في الاداء بتاعه. نقدر نسمع منك حاجه؟ سمعنا اول اغنيه القسمه نسمع القسمه ان شاء الله. نسمع تفضل. وعارف قلبك ليه
شكرا للفنان الشاب مصطفى. أستاذ نرجع لك مرة تانية أستاذ صلاح ونتكلم عن التعامل الشعري ما بينه وما بين شعراء أم درمان اللي هو منهم الديسوقي وعبد الرحمن الريح وغيرهم من الشعراء اللي هو تعامل معه وكانوا أصلا موجودين في أم درمان. أنت لو انتبهتي للأغاني اللي اختارها المرحوم عندها مواصفات محددة يعني مضامينة، يعني مثلا أبويا يابا ما تقول ليه لا. أيوة. تبنى وجهة نظر المرأة في قصة الاختيار إنه والله يا أخي من حقها تقول، ودي طبعا شرعا مفروض يكون وجهة نظر، لكن ما كانت متاحة لأي امرأة زمان إنها تقول رأيها، يكون عندها الحق في إنها تختار ده تقول هاي تقول لا. ما عندها. دي اتفق معاه الراحل المقيم فاضل سعيد. أيوة. في الأداء وفي الشغل وقدموها، دي كانت بمثابة ثورة في المفاهيم أضربها معنا. يمكن المرحوم محمود أحمد كانت دي من عشان كده كنت بقول لك إنه أي فنان طليعي بطبعه متمرد على القوانين اللي كانت موجودة اللي بتقيد أشياء كثيرة جدا جدا، من هنا جت التميز بتاع الناس دي والتفرد. زمان كان ممكن تصنيفه يكون سلبي زي ما قلت لك، أنا ما عايز أصف كلمة سلبي، يمكن كل الناس بتعرف إنه حتى الناس كانوا يعني بصنفون بالصيع. أيوة. كويس، وده طبعا منتهى سلبية زي ما قال الأستاذ محمود لغياب التعليم في اللحظة ديك أو مرحلة ديك، مجتمع قام بيزمد. المرحوم محمد أحمد كان عنده مواصفات في الأغنية ومضامين محددة، يعني القسمة، وكلنا بنعاني من مشكلة القسمة دي في المجتمع السوداني، المجتمع الفني عموما أكثر حساسية في عكس هذا المفهوم للأذن اللي بتستمع. بتيجي تسمعي أيامي أنا، أيامي أنا دي على فكرة كلمة المرحوم حسن الزبير الله يرحمه، هي كانت رسالة فيه سكبت ذاتي أقراه بمهل وسد لشمالك إن صابك ملل. فبعد ذاك جات القصيدة الثانية اللي هي الرد على هذا الخطاب، الليلة أسبوعين الليه أسبوعين ما هاللي رده، والليلة أسبوعين ما هاللي رده، والليه ما برضه يقول استبدل. فلاحظي التناسق ما بين الرسالة الأولى اللي وصلت والرد عليها الثاني، ودي طبعا مبدعين اثنين التقوا فقدموا حاجة مبدعة مؤكد لكل الناس يعني. طيب المدرسة اللي هو بقى ملكة وكان واحد من الناس اللي أرسد لدعائم الأغنية الشعبية، دائما نحن نتكلم عن الأغنية الشعبية لكن شنو ذاتها يعني الأغنية الشعبية دي يعني؟ ده سؤال ممتاز جدا جدا، لأنه التصنيف سمعناه الموجود الأغنية الشعبية مصنفة عند الناس عند كل الناس يعني إنه هي الأغنية اللي ما عندها صاحب ولا عندها ملحن، وده طبعا مؤكد كلام ما علمي ولا سليم. 100% القصيدة دي عندها ملحن قد لا نعلمه قد لا نعرفه، لكن ده ما بيفينه القصيدة اللي اتقالت واللحن اللي اتقال عنده مؤدي وعنده ملحن، بعد ذلك بتتواتر عند الناس وممكن تتم الإضافات من يعني مثلا الأغنية بتتحدث عن براعة وشجاعة أهل نفتوتي في صدهم أو تعاملهم مع الفيضان، خلق لهم ميراث نضالي وبطولي ضخم جدا جدا. بنفس المستوى هنا في الأغنية الشعبية، يعني الأغنية الشعبية ما أعرف، أنا شخصيا بعتقد أنه الفلكلور أو الأغنية الشعبية هي الأرضية اللي بنطلق منها كل إبداعات الشعب. صح. يعني بعدك بتجد مسميات الحديث والفلا، نحن بطبيعتنا في السودان غنانا كورالي. أيوة. جماعي. يعني لو جينا في أقصى الشمال أقصى الغرب أقصى الشرق أقصى الجنوب حتى في الوسط اللي هو مستيطر ثقافيا وإعلاميا على كل شيء، شوه الحقيقة بتاع أغانينا. يعني بتشوف الحلفاوين بيغنوا كويس، بتشوفها هنا في الدمازين وتأثير الآلة الوازة، وبتشوفها هنا في الغرب ده بالذات منطقة بتاعت إبداع مطلق، فيه إيقاعات سريعة أي حاجة فيه جميلة من الغرب السوداني إن كان في دارفور أو كردفان. بتيجي بعد ذلك في الجنوب القديم والغنى كله بتحضر بتشوف فيه غنى جماعي كورالي. ما عارف الثقافة بتاعت كلمة الفن الحديث اللي بيجي يجيب قدام الفنان يمسك عوده يبتدي يعزف، يمكن حسب ما أعلم إنه الكاشف الله يرحمه هو أول من غناها، لكن ده موروث جاي شغل جينات جينيتكس بتاعت يعني الإرث بتاع الكاشف مصري مثلا لأنه من أهل شرم الشيخ. أيوه. لما يجي يقدم في السودان شنو الحداثة في إنك تجيب قدامه وتغني وراك أوركسترا؟ طيب ما في الحقيبة برضو في أغاني غنيت معها أوركسترا، في بيانو في كورديون غنوها ناس قدورة ووهبة والجماعة ديك مع الفنانين، ليه خرج الحقيبة من التصنيف الحداثة؟ أيوة. ما هنا الحداثة جات لأنه في واحد عنده أورك أو عنده عود أو عنده مندلين، يعني صنف تاني اللي عنده الأوركسترا كاملة صنف في تصنيف
ما سلم. عشان كده انا قبل كنت بقول انه نحن انا من هنا بناشد الاساتذه الاكاديميين المسؤولين عن الجوانب الموسيقيه انه يعيدوا ترتيب الاشياء دي عشان تكون عندنا مكتبه لقدام ليتر اجيال ثانيه عشان تتحدث عن الفن السوداني، تتحدث عنه من منطلقات علميه مدروسه ومرتكزه على المفاهيم الحديثه. نحن دارين ندخل المكتبه دي، لكن المكتبه الخاصه بالراحل محمد احمد عوض، ونشيل واحد من اغنياته ونهديها لكم وكمان للساده المشاهدين عبر الاستاذ محمود. اسمع. طيب نسمع. Yeah.
شكرا استاذ محمود والفرقه الموسيقيه وكمان الكورال اللي موجود معاهم. وعثمان نرجع لك يا استاذ محمود في واحده من الحاجات المهمه اللي هي تاسيسه لفن الغنى الشعبي. كيف جاته الفكره؟ منو من الفنانين الوقت ذاك كانوا معه؟ هو الحقيقه في يعني في الفتره دي هو ظهر لوحده وانفرد يعني بـ 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 بهذه المدرسه لوحده. يعني قبله كانت اغنيه الحقيبه ايوه المعروفه بشكلها هو نفسه رددها المفهوم وهو نفسه رددها، ولكن زي ما قلت لك رددها يعني ما رددها بشكلها التغريبي ايوه باضافه تطريب عالي جدا جدا يعني اضاف ليها ده يعني مما يؤكد انه يعني راجل فنان ومبدع. وهذه المدرسه مدرسه الغناء الشعبي هو اللي ابتدعها يعني ايوه ما في زول سبقوا عليها، مما يدل على انه يعني راجل فنان ما في كلام مبدع ولا يختلف عليه اثنين. و بجانب كده برضو اضاف حاجاته هو. زي شنو اللي اضاف؟ اغنياته الخاصه يعني بس لو سمحت لي استاذ محمود اتفضل. ممكن اضافه؟ الناس اعتادت على الايقاع تنتهي تنتن اللي هو التمتم لا دي اغنيه بتاعت الحقيبه دي كان معطاه بالرق الرق منفرد لكن تغيرت يمكن محمد احمد ادخل لاول انسان يدخل الايقاع ادخل الايقاع الدرابوكا زي ما بيقول الجماعه والطبل والبونجوز وعمل يعني تقول تفعيل للشغل بتاع الحقيبه. الحقيبه الناس مصنفين انه فيها مثاليات كثيره جدا ورومانسيه عاليه جدا انا وانت والنيل والقمر مسائل كانت بتعكس حاله المجتمع في اللحظه دي. احنا يمكن ندخل زي ما قلت لك قبل مفهوم انه ابويا يابا ما تقول ليه لو دي كانت والقسم ما معروفه ودي ليه ترجات القسم ما معروفه و وتاني في مع السلامه ما تنسي لي ترسل زي ما قلت لك اغاني الشجن. لكن في المرحله دي اللي هي الفارقه ما بين الحقيبه وبعد ذاك الانتقال وانا طبعا متحفظ على الكلام زي ما قلت بعد ذاك بقت الحركه الايقاعيه حتى ايقاع الرق اختلف بقى يمكن يكون يمكن لحد ما تاثير الثقافه المصريه الايقاعيه والفنيه في كل المبدعين بتاعنا هناك كان لها دور وتاثير في الممارسات دي. طيب في ايقاعات وبرضه نحن بنحس انه واحده ونص موجوده يس حسيه واحده ونص فعلا بالضبط بتحس انه هي موجوده وده ادت التطريب العالي في كل اغنياته يس. اللي هي بتحس انه الاغنيات اقرب الى الراقصه ايقاعات خفيفه بعينه الوقت ذاك كانت النوته الموسيقيه هي نوته واحده نوته فيها الانتقال من سلم لسلم او من جمله موسيقيه صعب جدا كان نعم هي كانت فعلا دي النقلة. أنا ما متخصص أكاديميا لكن المدرسة بتتوقف على القدرة بتاعت التذوق يعني أغانينا الحقيبة طبعا مصنف زي ما قلت لك وحتى إيقاع واحد يعني ممكن كل الأغاني بتاعت الحقيبة إيقاع واحد ما تغير. إدخال الثورة الإيقاعية إذا جزء لنا نصنفها لفت نظر الشباب للعزطه إنه هذا الرجل بتميز بغنى معين زي ما قال الأستاذ محمود ما كان معاه ولا قبله انسان ادخل التحول الايقاعي يعني حس مثلا في بعض الشباب القايمين الان يعني بيعملوا في اشياء بيعتبروها مدارس او فتح جديد بالنسبه لهم امثلتهم كثيره مجموعه يعني وادخلوا الهافتون في الغناء وادخلوا مسائل زي دي ده ما بين في انه التطور حيحصل شينا وبينا يعني بيحصل انه الزمن ما ممكن تفرمليه في مرحله معينه ويجيف شيء طبيعي سنه الحياه متراكم كمي بيؤدي لتحولات نوعيه كثيره جدا. بعدين يا صلاح معليش يعني اتفضل يعني بين الكورس والفنان ممكن دي انا ما واحده من الحياة ايوه يعني تلقى الغنى مكسوم بين الكورس والفنان ده انا يعني عشان كده انا كبير كنت بقول لك انه غنانا كورالي ما واحد يعني جماعي غنى جماعي بتاع الكورس يعني ما بيقف الفنان هو اللي يؤدي واللي الموسيقى ترد ايوه كل السودان بمنطقة انا ما اعرف ليه الجانب ده مهمل فيه انه يتصنف ويتوزن وعندنا الاساتذه القديرين والاكفاء اللي ممكن يطوروا العمل ده. هنا الكورال موجود وي ار ذا ويرد بتاعت المجاعه اللي حصلت دي
يغنوا فيها عدة فنانين بشكل كورالي. محمد احمد بدون دراسه هكذا بالخطره بدون دراسه موهبه فطره بالموهبه يعني فعل في اغنيته فعل الكورس الايقاعات يعني خلق تمازج وهارموني بيناتهم يعني رائع جدا جدا. طيب على ذكر الكورس وعلى ذكر الايقاعات رايكم شنو؟ نمشي لابن الراحل محمد احمد عوض عثمان على الجانب الثاني من الاستوديو ونشوف برضو شنو شكل الإضافة المعلوماتية اللي ممكن نضيفها لنا في حلقاتنا اليوم من غناوي وحكاوي. أنا استأذنكم على الجانب الثاني من الاستوديو. مرحبا بكم على الجانب الآخر من استوديو غناوي وحكاوي بصحبة الأستاذ عثمان محمد أحمد عوض ابن الراحل والمدير العام للفرقة. عثمان مرحبا بك عبر غناوي وحكاوي. دارين نتكلم عن الفرقة، الإيقاعات الموجودة فيها، الكورس، وإدارة فرقة بالزخم ده، طبعا دي عملية صعبة جدا يعني. مرحبا بكم ومرحبا بقناة شروق السباغة للبرنامج الجميل ولكل السادة المشاهدين. طيب احنا دايرين نتكلم عن الايقاعات الموجوده في الفرقه، عددها كم؟ الكورس، هل كلهم هم عاشروا الراحل محمد احمد عوض ولا في ناس جداد دخلوا على الفرقه؟ والله بكل اسف الناس الفرقه الهسه دي واحد يون الا عبد السميع ده هو العاشر محمد احمد عوض وانا، لكن باقي الشباب جديدين طبعا، لكن يعني وريناهم الطريقة وشفت الشغل برا وكان كيف قفلاتنا وين وحل يعني متفاهمين جدا مع بعض. بالنسبة للكورس في عمنا يعقوب وعمنا كودي وأخونا محجوب عيون كديس وولدنا ولؤي وأحمد ابن محمد عمي الله يرحمه. طيب الفرقة دي فيها تجانس وهارموني كده عجيب، كيف الحاجة دي جات يعني؟ والله ده اللي لقيناه قدامنا من الأستاذ، ربونا على كده وقمنا على كده الله يكرمك. طيب حفظ الكورس ذاته للغنى، انا بحس انه يعني كل زول من الكورس ممكن يبقى فنان براهو، طبقه برضه مختلفه، جمال في الاداء، احساس بالغنى. والله ما قبل قلت لك شبع بالاستاذ، ورشه الاستاذ دائما بتمرق الحياه دي. وعلى فكره يعني احنا الفرقه دي هسه يعني لما نكون عندنا حفله مسافرين كل واحد من الناس ديل بيغني غني براهو تقول لي دي حفله قايمه بذاتها. بس ان شاء الله قروش العدادات حقتكم بتاعت الحفلات ما كثيره. والله ما كثيره يا اخي، نحن بنتعاون مع الناس، ما قاعدين نرجع زول اصلا، كله الحمد لله يعني نفس طريقه الاستاذ الله يرحمه. طيب الايقاعات الاسه موجوده، كلمنا عنها بتفصيل اكثر لانه من الاستاذ كله الراحل معتمد عليها. الايقاعات انت بتقصدي الايقاع يعني اشكال الايقاعات ولا الايقاع ذاته ولا اشكال الايقاعات الموجوده؟ اشكال الايقاعات عندنا الازمان المختلفه، عندنا الممو، عندنا الكراتشي، عندنا التمتم، تمتم المؤصل، عندنا السيرة. يعني في تمتم ما مؤصل ولا شنو يا عثمان؟ أي في تمتم خفيف، في تمتم مقعد، يعني الغنى سمعتي كله ده اسمه تمتم مقعد. نحن دايرين نسمع هذا وانت هسه شغال براك عليها، نسمعها في غناوي وحكاوي. يعني نحن طماعين شوية يا عثمان، تفضل. المأصل طيب عثمان ده الإيقاع الجديد على السودان، دارين نتكلم عن الإيقاعات الثانية غير الدونة في شنو؟ عندنا طبلة، عندنا إيقاع، عندنا دومبا، عندنا دلوكة، ده كله يشتغل في الغنى الشعبي. الريك طبعا الأساسي. هاي طيب برضو في حاجة مهمة، لأنه انت يعني ابن الراحل المقيم، الشعر ديل دايرين نتكلم عنهم باستفادة شوية معاك اللي تعامل معهم الراحل. يا سلام، دي فرصة سعيدة والله. أول حاجة بحيي أسرة عمنا المرحوم باشري علي باشري الله يرحمه ويغفر له، وناس الشمالية بالتحديد. الناس ديل والله اتصلوا بينا، دايرين نديهم حقهم الأدبي والله. هي القسمة ما معروفة كلمات عمنا باشري علي باشري له الرحمة، وبحيي أسرته كلها في الشمالية. وعندنا عمنا المرحوم حسن الزبير برضو بحيي أسرته كلها، وعندنا عمنا محمود أبو العلا برضو بحيي أسرته. يعني جميع الشعراء
وأستاذنا وحبيبنا وأنا خال أولاده على فكرة عمنا سيف الدسوقي، ربنا يرد علينا قربته بالسلام ويجينا من القاهرة معافى إن شاء الله. كل الشعراء اللي تعاملوا مع الأستاذ أنا بحييهم وبحيي أسرهم والله. طيب نحن كمان بنحييهم. آخر محور في عجالة كده يا عثمان دارين نتكلم عنه، الأمثال السودانية بتقول لك والدلويس عوام، يعني أنت عوامتك جات في تيار مختلف بإيقاع، ليه ما حبيت تغني؟ والله مش ما حبيت أغني، لكن أبوي الله يرحمه يعني زمان قال لي أنت علاقتك بالغنى زي علاقتي بالطب، فأنت خليك في دونبك دي. فأنا الوحيد يعني شنو الميلت للإيقاع، وعلى فكرة قالوا أنا من عمري 4 سنة يعني بربض علب اللبن وبشتغل، هسا أولادي جايبين بنفس الأسلوب وأولاده التانين تقول يعني أبوهم ما عنده أي علاقة بالغنى. حيا أخوانك وكل أفراد أسرتك. عندي نزار وفاغ ونهلة وعمر أخوي الكبير ومبارك الله يرحمه، يعني وفاغ ونزار بتحس الحية الفنية فيهم. أي. نحن نشكرك ونحييهم مرة تانية ونستأذنك نرجع نكمل حوارنا على الجانب الآخر من الاستوديو. شكرا عثمان محمد أحمد عوض، كتر خيرك، الله يسلمك. Yeah.
شكرا مصطفى. ونرجع مرة تانية أستاذ صلاح نتكلم عن واحدة من الحاجات المهمة. اللوحة بتكتمل بأداء نفسه، أداء الحركي والأزياء الشعبية وطريقة تفصيل الجلابية نفسها اللي كانت بتميزه، وحتى حمله للريق بطريقة معينة. أنا ما سبق قلت إنه مش محمد أحمد لوحده، يعني عشان بكون حقيقيين الفنان عموما متمرد وطليعي. هو عنده لبسة أنا إلي أنا بتذكر، يعني كانت الجلابية نحن كلنا معتادين حتى نايكي، لكن هي كانت لحد هنا مسحوبة. بعدين الاستغراق في الغنى لأنه بياخده معاه، وكان بيغني لنفسه أولا ثم المزرعة بتنعكس أوتوماتيكلي للمطلقي. فعنده القصة بعدين غناء، يعني مرات بيقول لك إنه والله أنا لما أغني لو ما أغنعت نفسي أو اندمجت بغنى أطربت نفسي ذاتي وانفعلتها، بعدين الشيء صادق بيخترق، يعني ما بيستأذن. طوال المطلقي بيكون بتلقاه بمنتهى الاندماج. نحن ذاته الشعبي بنحب البساطه وبنحب الحاجات الشعبيه والغنى، يعني كثيرين جدا قريب مننا، قريب السهله الغير معقده بيثيرني او بيمس حاجه موجوده اصلا فيني. صح. يعني ما احترامي التام للادوار الثانيه من الاغاني السودانيه، لكن الشعب السوداني شعبي رائع واصيل. الحاجة اللي بتطلع من القلب بتخش مباشرة في القلب بدون استئذان. صح. طيب أستاذ محمود، برضو يعني القصة تحت الجلابية من هنا دي، يعني كان الفكرة منها شنو؟ خصوصا أنه الجلابية هي كمها واسع، يعني في الغالب. والله دي أنا طبعا ما أعرف سرها شنو، سرها يعلم هو والله يرحمه وراح معه. لكن يعني إضافة أخرى ل أو ظاهرة أخرى كان بيتمتع بها محمد أحمد عوض عن دون كل المغنيين، يمكن الغنوا بمختلف أشكالهم، اللي هي شنو؟ التشخيص أثناء الغناء، تجسيد. لما بيغني تجسيد الأغنية وتشخيصه، وده ذاته ما جعل يعني أو سهل على المتلقي استيعاب الأغنية وتفاعلوا معها وفهمها. فكان يعني كان حقيقة كان راجل فنان بمعنى الكلمة، في كل شيء، في أداؤه، في صوته، في انفعالاته، في ما يختاره من أغنيات، في يعني حقيقة كان راجل فنان. دي زي ما قلنا بنختلف عليه، ما يختلفوا عليه اثنين. الاداء المسرحي ده واحده من الحاجات اللي ميزته، تلقى الاغنيه فيها الشجن اللي جبيل اتكلم عنه استاذ صلاح، طوالي الملامح بقى فيها الشجن، تلقى الاغنيه حماسيه طوالي، بتلقى انه برضه حتى يعني ملامحه اتغيرت، لكن في بسمه سر الشو دايما كانت موجوده في محياه وكده، في ابتسامه. والله هو بطبيعه حاله يعني ده كمان أتكلم لك عن الجانب الشخصي اللي أعرفه عنه، يعني بما إنه راجل يعني بشوش وراجل كريم وراجل يعني أخو أخوان والله، وبيته لا يخلو مما تصبح الواطة لما تمسى ضيوف، لا يخلو من الضيوف، ضيوف مش ضيف. فيعني يمكن يكون ده سر الابتسامة بتاعته، سر الابتسامة بتاعته هو يعني جعل بيته مظيفة وجعل الناس تدخل بيته بدون أي تردد وبدون أي حواجز. من الفنانين اللي كانوا بيجوا له في البيت؟ كل الفنانين كانوا يصلوه في بيته. أيوه. ممكن تقولوا كل الفنان، يعني ما في فنان ما جاوا، يعني حتى الفنانية الجانب الآخر الموسيقيين أنا قصدي إنه علاقته بهم كانت قريبة شوية مع أي زول معاهم، كلهم علاقته طيبة، علاقته راجل فاضل، راجل خلوق بمعنى الكلمة. تفضل. قلنا ساكنين العاشرة، هو ساكن السادة، يعني من الحاجات اللي هنا الواحد كان بيجي من هناك على أساس إنه شنو يجي للبيت محمد أحمد عوض يشوف الفنانين. يعني إحنا صغار كونك تشوف مثلا ابراهيم عوض الله يرحمه، تشوف يعني كان كده بيته زي اتحاد الفنانين، حاجه كده يعني حلوه شديد والله. لكن يا استاذ مصطفى انت عندك الاداء المسرحي قريب منه، انا بلاحظ لك يعني قريب منه. لا انا ممكن اكون شاهدت الاستاذ هو بغني، لكن يعني ما قعدت معاه وما يعني ما لانه يعني من الطرف انه
في بعض أهلنا اللي بيبيعوا التسالي فالبيت لأنه العربات واقفة دخش ودمارق ودي جاي فدي جاب الترابيزة وجا خدتها. بعد شوية نحن قاعدين برا طبعا في الكراسي بيعتبرونا الناس عندها خصوصياتها فبيجي يخش البيت بشكل عادي جدا يعني هو بخش انت بتحس دي كأنه حق من حقوقه يعني فخشت وجا خش بعد شوية خش هناك عين في الصالون جا طالع يا جماعة تزور ما شوين قال له مش المجلس تقريبا عربات المجلس والناس خاشة طالعة وماشي يعني بس مرة طيب نحن نمشي لمجلس فني مع الأستاذ محمود ونسمع واحدة من الأغنيات تفضل يا أستاذ Yeah.
شكرا استاذ مصطفى، ومره ثانيه للكورس وللايقاعات الموجوده معنا. استاذ صلاح، في واحده من الحاجات المهمه اللي هي قوه الصوت ورصانه المفرد الجبالي، تكلمنا عن عليها، بتسهر في الموال وكان بيأديه بطريقه فرديه من غير الكورس ومن غير اي نوع من انواع الالات الموسيقيه المصاحبه. فالصيغه زائد الصوت الجبالي تكلمنا عنه عن قوته، هي واحده من الحاجات اللي تميز بها برضه. والله ما احترامي تام للسؤال، لكن السؤال محتاج لمتخصص. انا ما بدعي اطلاقا عندي خلفيه اكاديميه في الموسيقى والمسازي دي، لكن يمكن للتذوق انا اقدر اقيس الدرجات او القدره التطريبيه في، يعني في اغنيه ممكن يعني اي فنان بيتناولها باختلافات كثيره جدا جدا. يعني زي ما قال ذكر محمود، اغنيه الحقيبه معروفه بالانضباط بتاعها، لكن بعد ذاك لما تيجي تضيف انت قدرات تطريبيه بدون الاخلال بالاصل بتاع الاغنيه، دي واحده من المقاييس اللي انت ممكن تقيم بها هذا الرجل بيمتلك قدره فنيه او احساس عالي ولا لا. لانه بحسب مدى الاضافه، بحسب المساحه بتاعت الاضافه بتاعتك، انت بتتغير من كان نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه. انا لانه يمكن صغيره وشهادتي مجروحه، لكن برضه بحس يعني زي الناس. ففي اغاني لما يتطرق لها المرحوم تكون نفسها ما خرجت من الاطار العام، لكن بمنتهى التطريب او ما فيها ما يجذبك او يخليك منتبه باستمرار بدون ما تحاول للشغل. ده ما يعني اطراء ولا تغيير، لكن دي حقيقه انا عايشتها. بس انا بحاول اكون محايد يعني عشان ما يصنف انه عشان ده اخوه بيقول وما بيقول. حكم في النهايه طبعا يا استاذ صلاح، احنا كلنا ما متخصصين، لكن كلنا متذوقين للاغنيات، وكلنا بنقدر نميز. يعني السودانيين اللي بيحبوا الغنى جدا، فاذانهم بتكون نظيفه وبيقدروا يميزوا، حساسه قويه جدا. نحن نقدر نقول انه اغنيات محمد احمد عوض كلها كانت ضد النسيان، بمعنى انه حتى بعد مرور عشرات السنين عليا يا استاذ محمود، الناس لسه بتتغنى بيها، بتتغنى بيها وبتسمع بنفس دهشتها الاولى. ايوه. بعدين كنت قبل شويه اتكلمت عن الصوت، صوته وقوه صوته، فداير اتكلم في الحته دي والله. اتفضل. حقيقه كان محمد احمد يتمتع بصوت قوي جدا جدا. يعني الشيء اللي بتذكره محمد احمد لما يغني، زمان كانت الميكروفونات بتاعت ال الاستاذنات دي قبل الساوند سيستم وبتاع. هسه دي مع كله حصل فيها التغنيات العاليه دي كلها هبه ودبه، بقى يغني. فكانت الميكروفونات بتاعت الصفيح دي كانت بتتعلق في الحيط. محمد احمد لما يغني انت بتسمعي صوته في الـ في الـ في الهورن فوق هناك، وتسمعيه هناك براو في المسرح اللي بيغني فيه. فكان يتمتع بصوت قوي قوي جدا جدا، يعني مع جماله ويعني وحسن اداؤه وتطريبه يعني الجميل. طيب برضو علاقته بالكورس كانت كيف، خصوصا انه هو بدي الكورس مساحته في التغني، بمعنى انه الكورس دوره ما بيكون دور هامش بقدر ما انه هو دور مهم جدا في الاغنيه. ما هو دي من مميزاته، مميزات محمد احمد انه فعل والتريك الكورس، يعني اداه مساحه كبيره جدا جدا. الايقاعات اداها مساحه كبيره جدا. فيعني ده كله يعني من دل انما يدل يعني على انه راجل فنان مبدع وراجل وما متحيز لنفسه بس، يعني صح، حتى ادخل الجميع معاه في الابداع. طيب بنفس الابداع ونفس المدرسه المختلفه جدا للاستاذ محمد احمد عوض الراحل، نسمع مصطفى في واحده من الاغنيات. And I
مفروج هل تعفي من بعد التخرج تجفي حصني خير يكون أيامي والله والله أنا سيدي محسوبة والله كالثانية شكرا مصطفى وشكرا مرة تانية للإيقاعات والكورس. نرجع لك أستاذ صلاح ونتكلم عن حاجة مهمة جدا، التنوع اللحن الكبير. يعني أنت لما بتسمع الأغنيات كلها بتحس أنه كأنه ما في 100 شاعر كتبوا الأغنيات ومعهم 100 ملحن هم لحنوها. أنا في بداية كلامي بقول لك أنه محمد أحمد كان بيتعامل بصدق، والصدق أصلا ما بتصنف أو ما بتجزع. يعني شعر بالأغنية اوتوماتيكلي لحنها موجود، بدك تطلع، ودي فطره الزول نشأ كده، فطره يعني ما درس دراسه اكاديميه ولا حاجه، لكن فطرته فنيا كانت اصيله جدا. لانه حتى الاغنيه اللحن هو استاذ صلاح، يعني موهبه الالحان فطرة. ما بالدراسه، فطره هي بالفطره. انا قلت لك فطره بالإحساس. يعني ما جت ايوه بتجي كما هي، ودي متوفره كان موجوده فيه. يعني بيمسك اللحن عنده ايقاع محدد، بينقر في الترابيزه ايقاع محدد، اللحن بيجي تماما على مقاس الاغنيه. الاتساق العجيب ده نقدر نقول جا من وين؟ اكرر تاني، الفطره. الراجل فنان بطبعه، يعني خلق ربنا مكوناته الجينيه ومكوناته الحقيقيه بتاعت فنان. وانا زي ما قلت لك الفنان سابق لجيله، فنان بالميلاد. لكن يا استاذ صلاح، ما يعني ما بيستشيركم في الالحان انه اللحن ده لا في والله. هو شوف، انا كنت متجنب النقطه دي زي ما قلت لك، لان شهادتي فيها مجروحه. الراجل ده ما حصل غنى اغنيه بعدين، مرات لما نغني معاه بينطرب، وبينطرب بصدق، يعني مو بمثل ولا بحاول يجامل. ليه؟ لانه نحن بنحسها معه، ما في النهايه نحن اهل. يعني انت ما حاولت تغني بالرغم انه طبقه صوتك جميله يا استاذ صلاح؟ انا والله ما والله يا استاذ زول غناي، يكفي 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 انه محمد احمد عوض قدم للناس الاداء ده، اكثر من كده انا اقدم شنو يعني؟ انا لاحظت انه في تجاوب مع الاغنيات، وكانه ما هي بتشيلك لعدد من الذكريات. الاغاني ذاتها ما بتعكس اشياء كثيره جدا جدا، بتعكس صور واحداث ومواقف، ومتوقفه على النبره جوا على الاغنيه. يعني سجن سجن، وفي السودان كلنا شوكشين يعني. عشان كده اغنيات الشجن دي اللي احنا بنحبها يعني. عنك بالليله ديك وحفات الزفاف ولحان الزفاف ومع السلامه. يعني هو لسه ما قاض على العشم بالرغم انه هي في سفر وفي ارتحال يعني. نعم نعم. ليه بعد المسافه ده زمان ما كان بياثر على الشكل العواطف ونوعه يا استاذ صلاح؟ دي قيود اجتماعيه. انا ما قلت لك، انا بتكلم عن الاغنيات دي بس مربوطه باستاذ محمد. لا ما كله يعني محمد احمد ايامي انا كان في ترقي،
في عنده عدة أغاني يمكن ما استحضرها الآن، لكن عنده أغاني كثيرة جدا متفاعلة وبتدعو للجديد، بتدعو لي يعني للمستقبل، يعني ما التفتت لورا، بالعكس بتدعو للمستقبل وبترسخ لأماني جميلة جدا. يعني مثلا يعني يمكن تجي أثناء الاسترسال في الكلام وحاجات زي دي، في أغاني كثيرة جدا متفاعلة، لكن قلت لك نحن بطبيعتنا بنحب الشجن، يعني البلفت نظرنا وتلقاها الأغنية رايقة جدا وماشية لما تكون فيها مزلة بتاعت والله أنا مفروض أعرس البدو، البدو ما عرستها وما حصلت القسمة، وما حصلت القسمة والقسمة ما معروفة وكده يعني. طيب في القسمة ما معروفة دي في بلاغة عجيبة لو وقفنا فيها، بترجعنا برضو لواحدة من النصوص الشعرية اللي نقدر نقول إنها هي سودانية عربية عالمية. أي تبتكسد دي مع السلامة. أي أنا دي فعلا أنا يمكن الكلام ده قلت للناس، يعني الأستاذ الفيتوري الله يرحمه كان في حضرة من قهوة عبثت بي الأشواق، وحدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، وزحمت بطبول الآفاق، ولحظي عشقي يفني عشقي، عشقي وفنائي استغراق، يا سلام مملوكك لكن سلطان العشاق. كويس بمنتهى البساطة، عندنا فنان أو شاعر، هو حقيقة فنان أولا الشاعر عوض جبريل الله يرحمه في قصيدة مع السلامة، لو تأملت في اللوحة هي نفس اللوحة مع اختلاف الرجل اللي عمل هناك. بوصيك أنا لو التفتت في يوم لذاتك وبحثت عن المنقضة من أمنياتك ولقيت في جواك أو صافي في صفاتك، أنا لسه ما سكت النغم في صدري من في أغنياتك، نفس تفاصيل اللوحة بتاعت البيتوري مع اختلاف المفردات بدون دعم إعلامي. ذاك يمكن دعم إعلاميا عشان كده تخطت الأغنية لحدود السودان ومشت لمواقع أخرى، لكن عود جبريل كان موقن ومؤمن تماما إنه هو سيد درويش السودان، صح يعني، وممعن في سودانته وفي بساطته وللطبقة البسيطة اللي بتغني دي. وده التنوع ده بيورينا إنه الشعر اللي تعامل معاهم هم كتار، فبالتالي كانت الأغنيات للوطن والأغنيات للحبيبة والأغنيات للقضايا الاجتماعية والوطن الحبيبة، أيوة، والاختزال لكثير جدا من المعاني والمضامين الما موجودة إلا في أغنيات الراحل محمد أحمد عوض. أستاذ محمود أنت ختاما دار تقول شنو؟ نحن الزمن سرقنا والله، ما أرجوه يعني أن نكون يعني ما قدمناه في هذه الحلقة عن المبدع الراحل المقيم محمد أحمد عوض، يعني يوفيه حقه بقدر ما يعني أطرب وأسعد وأضاف الشعب السوداني عامة. نعم، من أقصى شماله وفي الوقت ذاك لأقصى جنوبه، ومن شرقه لغربه، لأنه هو تجول في عدد من ولايات السودان، بالإضافة لأنه هو تغنى على مسارح تونس الخضراء. الفنان الشاب مصطفى حاب تقول شنو؟ والله يا أخي ما في حاجة تتقال، محمود الأستاذ محمود ما خلى حاجة، لكن بنشكر قناة الشروق السباغة يعني ما قصرت، يعني أتمنى أنه يعني تكون العملية دي متكررة. شكراً لكم، سعدت جداً بوجودكم معنا، بتمنى أنه تكون واحدة من الحلقات المميزة بتميز الشخصية اللي تكلمنا عنها وبتميز الأغنيات اللي أنتوا أديتوها، أستاذنا محمود، أستاذنا مصطفى، والباحث في الأغنية السودانية والشقيق الراحل المقيم أستاذنا صلاح. كتر ألف خيرك على وجودك معنا مرة تانية، بنشكر الفرقة الموسيقية وبنشكر الكورس على أداؤه الأكثر من مميز. مع السلامة حنختم بيها، نقول لكل السادة المشاهدين مع السلامة، إن شاء الله كان ربنا مد في الآجال، الأسبوع الجاي أكيد بنتلاقى، ودعناكم الله. Allah, and in it.
السلامة مع السلامة بوصيك انا بوصيك انا بوصيك انا لو التفت يوم لذاتي بحثت عن النغم في صدري من بيض مع السلامة فتي في يوم لذاتي وبحثت عن المنقضة من أمنياتي ولقيت في جواتي أوصافي بصفاتي أنا لسما سكت النغم في صدري من بيض أمنياتي مع السلامة عشان ملي